في خدمة الإنسان، رعاية اليتيم عبادة في خدمة الإنسان، بر الوالدين تقربا إلى الله عبادة في خدمة الإنسان، رعاية الضعفاء المحرومين المشردين المظلومين الوقوف معهم تقربا إلى الله عبادة في خدمة الإنسان. حينما نفهم خدمة الإنسان في سياق العبادة الإلهية، هنا يندمج الدين مع حاجة الإنسان، وبالتالي لا يعود هناك تناقض بين الدين وبين الإنسان. وحينما يكون الدين خالصا لله وفعلا يمارس تعاليم الله، حينئذ يعني المؤسسة الدينية حينما تمارس تعاليم الله تماما وبصدق وإخلاص، حينئذ ستتماهى تماما مع الإنسان ومع حاجات الإنسان وحاجات الشعوب، ويختفي هذا التناقض. أنتم هنا سماحة المرجع في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف وجدتم الحرية في أمريكا والعالم الغربي بشكل عام، بالذات في ممارسة الشعائر والعلوم وغيرها، قياسا بالغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية؟ نعم، الحرية في الغرب أكثر اتساعا من الحرية في الشرق، وهذا لا يعني أن الحرية في الغرب هي النموذج الأعلى والمثال الأكبر. نعم. أيضا هي موضع نقد بالنسبة لكثير من القضايا، يعني الحرية في الغرب أحيانا يعني توصل إلى الإباحية مع الأسف. الحرية يعني يجب أن تكون مسؤولة، الحرية حينما تكون مسؤولة تكون هي الحرية الإيجابية التي تخدم تطور الإنسان وتقدم البشرية. أما حينما لا تكون الحرية مسؤولة فلا تخدم تقدم الإنسان. في العالم العربي والعالم الإسلامي مع الأسف أن ظاهرة الحرية محدودة جدا جدا، وليس ذلك بسبب الدين وبسبب الإسلام، ذلك أعتقد أنه بسبب دكتاتوريات عديدة موجودة هناك، وبسبب الجهل بالدين وبحقيقة الدين، وبذلك تخنق الحريات في كثير من مناطق العالم العربي والعالم الإسلامي، بل والعالم الثالث حتى في غير العالم الإسلامي أيضا تخنق الحريات نتيجة الجهل والدكتاتوريات وسلطة الاستبداد. سماحة المرجع، كيف تنظر إلى الصراعات الداخلية في الوطن العربي؟ الصراعات الداخلية في الوطن العربي كثير منها هي صراعات من أجل المحسوبيات ومن أجل المصالح، وليست صراعات من أجل الشعب مع الأسف، هي صراعات من أجل الوصول إلى مواقع الحكم وتحويل مواقع الحكم إلى منافع شخصانية لمصلحة الحاكم وحاشية الحاكم، كما حصل في تونس، واكتشفنا كيف أن حاشية الرئاسة هناك كانت هي الحقيقة المسيطرة على يعني على مقادير الشعب التونسي في أغلب هذه المقادير. والحقائق التي تقول لنا بأن بعض البلاد العربية يمتلك مثلا 5% من سكان تلك البلاد 80% من ثروات تلك البلاد. نعم. وإذا الشعوب يعني الشعب ليس له يعني حقوقه مهدورة، هنا الخطورة الكبيرة. فالصراعات التي تحدث غالبا هي صراعات من أجل المصالح الشخصانية والشخصية، وليست من أجل قضية الشعب والشعوب، إلا فيما يحصل من حالات يعني استثنائية كما حصل أخيرا في تونس. سماحة المرجع، كيف تنظر إلى الحكومة العراقية وكيف تنظر إلى التجربة الديمقراطية داخل العراق؟ طبعا أنا أنظر إلى الانتخابات في العراق نظرة إيجابية، وأحيي الشعب العراقي أنه استطاع على رغم من يعني التفجيرات والتهديدات والإرعاب بالحديد والنار وما إلى ذلك، أن يخرج إلى الانتخابات وأن ينتخب
وأن يسير في الاقتراع وفي اختيار مندوبيه، وهذا تطور جدا جدا مهم. كما أشيد في أن في حيوية الشعب العراقي أنه ما إن سقط نظام صدام حسين حتى تحرك الشعب العراقي بحيوية عظيمة وبالغة، وهذا ما يشكل تباشير رائعة للمستقبل إن شاء الله القريب. المرحلة الحالية يعني تشوبها يعني آلام ومواجع شديدة جدا من خلال التفجيرات الإرهابية التي تحصل في ذلك الجانب وهذا الجانب وفي مناطق عديدة في العراق. وهذه التفجيرات وهذا الإرهاب الذي يجري في العراق يعني غريب عن طبيعة الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب طيب، أنا عشت في العراق ودرست في النجف الأشرف وعايشت الشعب العراقي. الشعب العراقي يعني يحمل كرامة ويحمل مروءة وإنسانية وعاطفة. هذا الذي يجري في العراق غريب عن تقاليد الشعب العراقي وعادات الشعب العراقي. يعني نفترض هم 50,000 شخصا، هم 50 نفترض أو 100,000، لكن هناك من الإرهابيين من دخلوا العراق بدعم إقليمي ودعم عربي، وهذا ما يؤسفنا. لا حقيقة يعني يجب أن لا يعني نحن لا نعرف تماما ما الذي يجري. هذه أمور معقدة إلى أبعد الحدود ومتداخلة إلى أبعد الحدود، يعني ليست أنها كالفرق بين الأبيض والأسود. يعني هناك حالات رمادية كثيرة جدا فيها، فلا نستطيع أن نشخص فيها الأمور، لكن نستطيع أن نقول بأن هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة الشعب العراقي ولا تمثل تقاليد الشعب العراقي، لأن عدد هؤلاء الذين يفجرون ويقومون بهذه الأمور هو عدد محدود إزاء يعني عدد أنفس الشعب العراقي. الشعب العراقي ملايين، وهؤلاء الذين يقومون بهذه الأحداث والأعمال الإرهابية يعني هم مجموعات محصورة، وبالتالي لن تستمر هذه الظاهرة طويلا. ولا شك أنني أردد ما قاله أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي الكبير، نعم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. شكرا جزيلا لسماحة